السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في فيديو جديد مع إسلام سعيد. والنهاردة الحلقة هي Q&A، وفي آخر الحلقة هرد على كل الأسئلة اللي خاصة بيا. ناس كتير بتسألني أسئلة عني، عايزين يعرفوني أكتر، فكنت وعدتكم قبل كده أن هرد على الأسئلة دي، فجمعتهم وهرد عليهم. خلينا الأول نرد على أسئلة الناس. ناس كتير بعتلي أسئلة، فنرد لكم على أهم الأسئلة اللي بتسألها الفترة دي. عندي أول سؤال من هدير، بتقول أنا بنت وما عنديش أي شهادة جامعية، وأنا من الجزائر وعايزة أجي على دبي، هل هلاقي شغل ولا لا؟ طبعا ما فيش شهادة جامعية، فالموضوع مش هيكون سهل شوية، هيكون محدد لوظائف معينة. فممكن تعوضي ده انك تطوري الانجليش عندك مثلا، وتاخدي كورسات خاصة في معاهد او اي شيء في المجال بتاعك، بحيث انك تقدري تعدي الشهادة بتاعتك دي وتيجي، وان شاء الله ربنا يكرمك. احمد بيقول لو انا عايز اتزوج من جنسية اخرى هنا في الامارات، فازاي اتزوج بشكل رسمي يعني؟ والله يا احمد، بص، انت تقدر تتجوز عادي برضو بشكل رسمي، انك بتعمل عقد جواز، وجواز عادي جدا بشهود وكل الكلام من ده، وتوثق العقد ده في السفارة، بحيث انك تبقى امورك ستيبل يعني، امورك تمام ويبقى رسمي يعني، وتقدر بعد كده بقى يتسفرها معاك في اي حتة، ويبقى الموضوع سهل معاك. عندي مسعد بيقول كان عليا حرمان بسبب كارد كنت اخده من بنك، وسافرت مصر وبقالي فتره وعايز ارجع، اعمل ايه عشان ارجع؟ وعايز اعرف هل عليا حرمان ولا لا؟ طبعا انت لو اكيد سافرت وما دفعتش كارد، فالبنك بلغ عليك حرمان، ده في الاكيد يعني، مش هيسيبوك، وبالتالي هيبقى نازل عندك حرمان على السيستم. حته بقى لسه موجود الحرمان ده ولا اتشال ولا وصل لايه، ده ممكن تبعت لي مثلا صوره الاقامه بتاعتك السابقه، او اي تاشيره، او اي حاجه خاصه بيك، باسبورك، اشيك لك على السيستم وارد عليك واقول لك اذا كان في حرمان ولا لا. عندي مها بتقول ايه هي رواتب المدرسين في الامارات؟ بسمع ان الرواتب كويسه وشغل المدرسين حلو يعني. والله كل الاشغال صعبه وكلها بتحتاج مجهود يعني، بس رواتب المدرسين بتكون كويسه هنا يعني اللي بيشتغل مدرس بيبقى محظوظ شويه يعني، فممكن مثلا يبقى 6 7 8 وطالع. طبعا بقى الاجازات كلها بتبقى ميزه، بتاخد اجازات كتير. بالنسبه لو حد عايز يبدا برده كمدرس ومش عارف يخش منين اصلا، وما عندوش خبره لسه قوي او كده، ممكن يبدا كمشرف باص مثلا، ويخش مدرسه من خلال المدخل ده، ويكمل بقى ويوصل يبقى مدرس. في كريم بيقول انا سمعت عن حاجه اسمها شركات الاوت سورسنج، ايه هي الاوت سورسنج دي؟ في شركات كتير جدا اوت سورسنج، ودي بتبقى شركه وسيطه بتجيب لك شغل وتاخد عموله منك وعموله من صاحب العمل اللي بتجيب له موظفين، يعني هي شركه ما بينك وما بين صاحب العمل، بتاخد نسبه منك ونسبه منه. في شركات كتيره جدا زي تاسك وكوبولا، وفي شركات كتيره جدا ممكن تبقى طريق برضو انك تدور وتلاقي شغل من خلالها يعني، حاجه مش وحشه يعني، بس تبقى عارف السيستم بتاعها ماشي ازاي. دي بيقول بما انك محاسب، قول لنا بدات ازاي في الامارات واشتغلت ازاي، وازاي يعني ازاي وصلت للمحاسب في دبي. والله اشتغلت على نفسي شويه يعني، خدت شويه كورسات علشان اطور من نفسي، عملت دبلومه خاصه في المحاسبه، وبعد كده خدت بارت من سي ام اي، درست شويه في الايفرس بس من غير ما اخش امتحانات يعني، بس خدتهم كده درستهم شويه، وطورت من نفسي جدا، والحمد لله ربنا كرم يعني، اشتغلت على نفسي وتعبت، محدش ساعدني ولا في اي واسطه على اي حاجه. وانت كمان تقدر تعمل نفس الكلام ده، تشتغل على نفسك في اي مجال وتتعب وهتنول يعني، تاكد ان تعبك ما بيضيعش ابدا، وربنا ما بيضيعش تعب اي حد. فاشتغل على نفسك، خد كورسات في المحاسبه، لو انت في الكليه برضو لازم تاخد كورسات بجانب الكليه، لان انت كلكم عارفين الجامعه ما بتعلمش حاجه قوي يعني، كله كلام فاضي، فحاول انك تبقى في كورسات مع الجامعه كلها خاصه بالمحاسبه بالانجلش والشهادات الكبيره، عشان تقدر تطور من نفسك. وطبعا مش هوصيك على البرامج المحاسبيه كتير جدا، حاول تاخد لك منهم برنامج او اتنين يساعدوك. ولو عايز تفاصيل كتير عشان وقت الفيديو، ابعت لي على صفحه الفيسبوك،
وارد عليك بكورسات وحاجات كتير جدا. علا بتسأل بتقول هل السفر سهل للبنات؟ يعني لو جيت دبي هل سهل ان انا اسافر والاقي سكن مبقاش في اي خوف؟ يعني بصي مفيش اي خوف خالص. لو جيتي الامارات هنا، هنا في امن وامان كبير جدا، وتقدري تلاقي سكن بسهوله، ومحدش يقدر يكلمك. في هنا شرطه قويه وقانون قوي، محدش يقدر يكلمك، وفي امان جدا جدا جدا. خدي الخطوه وتعالي. سيد بيقول انا عايز اجي اشتغل سواق في الامارات، فاعمل سياحه اجي ادور ولا اعمل ايه؟ السياحة في حالتك مش هتفيدك، خصوصا ان انت سواق، فانت محتاج يكون عندك رخصة، فبالتالي لازم تكون جاي على عقد مع شركة عشان يتعمل لك اقامة عشان تقدر تطلع رخصة، او انك بقى تشتري اقامة او اي حاجة من الحاجات اللي الناس بتعملها دي. ولكن ما ينفعش انت سياحة تبقى تيجي تدور على شغل سائق بالذات. في اخر الفيديو في ناس بتسالني دايما على اسئله خاصه بيا، فارد عليكم، جمعتها كده وارد عليها بشكل عام. اول حاجه ناس بتسالني بتقول لي انت خريج ايه وبتشتغل ايه في دبي؟ انا خريج كليه تجاره وشغال محاسب في مصر وفي دبي حاليا، بقالي بتاع 10 سنين او 12 سنه محاسب. الفتره الاخيره من سنتين ابتديت في مجال التصوير كفوتوغرافر او فيديوغرافر او صناعه افلام، الحاجات دي كلها افلام قصيره او اعلانات للشركات، فده شغلي الفتره دي بجانب المحاسبه. انت متجوز ولا لا؟ لا مش متجوز، I am single. مش متجوز، كنت خاطب لمدة مثلا سنة ونص أو حاجة، وأنا في الغربة برضو، بس ما اتفقناش يعني، ما حصلش نصيب. ولكن هي بنت محترمة وربنا يوفقها في حياتها يا رب ويكرمها بالأحسن مني، وربنا يكرمني إن شاء الله برضو بشخص كويس يشاركني مسيرة حياتي. جيت إزاي الإمارات وبدأت إزاي؟ هل جيت واسطة أو حد ساعدك؟ لا ما جيتش واسطة خالص. عندي أقاربي هنا ولكن ما لجأتش لأي حد فيهم، واعتمدت على نفسي زي ما بنصحكم بالظبط. أنا عملت اعتمدت على نفسي وطورت نفسي وجيت عملت كل حاجة تقريبا لنفسي. جبت سكن وأنا في مصر، وجيت حتى هنا، جيت عادي خالص في المطار وركبت المترو، وبعد كده ركبت تاكسي ووصلت للسكن بتاعي. حتى كان اول سكن ليا في النهدة، فكان في اخر دبي، ولكن هو كان في دبي يعني. اكتشفت بعد كده بقى ان هو بعيد قوي وغيرته، بس كنت لسه جديد فما اعرفش. فده كان اول سكن ليا. ايه الكورسات اللي انت خدتها عشان تشتغل في الامارات؟ زي ما قلت لكم انا طورت نفسي، خدت كورسات، عملت دبلومه خاصه، وخدت بارت من سي ام اي، ودرست شويه في الايفرس، وطورت برامج محاسبيه كتير درستهم، ونزلت بقى نسخ تجريبيه كتير جدا عندي على الجهاز عشان اجرب كل برنامج يعني. فتعبت شويه بس الحمد لله ربنا كرمني يعني، ومن اول شركه يعني كانت كويسه. انا حتى اول شركه دي كان كلهم جنسيات تانية، فلبنى وهنود وباكستان، وما كانش فيه معايا ولا واحد عربي، فكان الموضوع فيه شويه صدمه كده، اللي هو لسه جاي ولسه بطور في اللغه، فالامور كانت فيها خضه. ولكن مع الوقت بفضل ربنا وبثقة الشخص في نفسه وانه يشتغل على نفسه، مع الوقت ترقيت وبقيت انا البدير الشركة كقسم حسابات يعني، وبقيت زي سينيور في المكان على كل الجنسيات اللي هي الأجنبية دي. فبصراحة يعني ده فضل من ربنا عليا، وده بيثبت لك ان اي حد بيتعب تعبه مش بيروح على الأرض. في حد بيقول لي بنشوفك بتخرج وبتروح اماكن وبتصور وكده، فهل الحياه حلوه في دبي؟ هي مش حته الحياه حلوه في دبي وانا بخرج وكل الكلام ده، انا بخرج يوم في الاسبوع وبصور عشان القناه، فبحاول ان انا اكون معايا الكاميرا في كل حته يعني. فهي الفكره ان ممكن تحس ان هو المحتوى كتير في اماكن، ولكن هي الكاميرا معايا في كل خطوه، واي حته بروحها بصور عشان افرجكم عليها واديكم شويه معلومات. حد بيقول لي ليه سبت مصر وجيت دبي، وهل دبي يعني المستقر بتاعك؟ سبت مصر مش عشان حاجه، علشان بس اطور من نفسي واروح دوله ثانيه، برضو بتسافر واشوف شعب جديد بعمله جديده بكل حاجه جديده، وهنا برضو الشركات كبيره مالتي ناشونال انترناشونال، فبرضو اعزز من خبرتي واعمل انهانس كده لخبرتي.
بس يعني يمكن ده السبب الأساسي. لكن دبي المستقر النهائي أو لا، لا بطمح إن أنا كمان أسافر دول أخرى يعني، ما استقرش في دبي بس. دبي بحبها وقريبة على قلبي، ولكن في برضو دول كتير جدا أحب إن أنا أزور وأسافر وأتعلم. طيب ده كده كان ببساطة رد سريع على الأسئلة بتاعتكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو في أي سؤال عايزين تسألوه سيبولي في كومنت تحت الفيديو وهرد عليه إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.